الحساب ولا ريب فيها. إذا أترككم مع وصلنا اليوم راكم تشوفوا شعبنا يعيش في أزمة اجتماعية كبيرة. ولادنا تخرجوا بالآلاف مئات الآلاف من الجامعات. واحد البلاد باش يدي فقط، وواحد يحد البلاد باش يمد ويدفع ويوقف ويحمي بلاده. فالفرق شاسع أن كل واحد فينا يكون نحب بلادي، نحب بلادي، نعم تحبها، بس واش راك دير لها؟ ولادينا حتى بالناس اللي راه في السجون إلى التفاوض، نعم تفاوض معاك. الآن عندك موالف الخارج باش نجيبها في أسرع وقت نحل مشكلتي، نتفاوض معاك، نلقاو حل معاك. دخل اخويا الموالي هذوك ولقاو حل معاك. نتفاوضوا كاين دول اللي دارت في العداله تاعها بوجود التفاوض. احنا كجبهه المستقبل رانا كل الامل تاعنا ان نفتحوا ابوابنا، وفتحنا ابوابنا للشعب. ماهمش قابلين ان في البحر غادي توصل قوى عربيه اسلاميه تكون عندها قوه وتكون عندها كفاءات وتكون واقفه اقتصاديا واجتماعيا. ماهم رافضين، لازم يستعبدونا لانهم خايفين. خايفين لأن يعرفوا فقاريين أن التاريخ هو حلقة، أن التاريخ هو حلقة، يجي نهار من نهارات راح نكون قوة حقيقية في هذه المنطقة.